اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. يتجدد لقاؤنا معكم عبر برنامجكم لبيك الذي يتناول الجوانب الفقهية لأداء شعائر الحج والحكم الربانية التي تحملها هذه الأيام المباركة، كما يتم استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم من داخل الدولة وخارجها عبر أرقام الاتصال الواضحة على الشاشة. مشاهدين الأفاضل، دعونا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرحبا بك فضيلتك. حياك الله شيخ واعظ. الله يحييك وبارك فيك. سنتحاور مع فضيلة الشيخ عبد الله ومعكم متابعينا عن موضوع يتمحور حول أنواع نسك الحج وواجباته، هذه العبادة التي تجمع جميع المسلمين من أقطار العالم في مكان واحد، حيث لا فرق بين فقير وغني ولا عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالحج رحمة للخلق في تكفير الذنوب ورفع الدرجات. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. مشاهدينا، اطلعت بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات من خلال جولتها التفقدية على المخيمات المخصصة لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة في منى وعرفات، والوقوف على تفاصيل العمل والإمكانات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج الدولة، وذلك حرصا من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة بأهمية توفير الرعاية الكاملة وتلبية احتياجات الحجاج في جميع مراحل أداء الفريضة على الأراضي المقدسة بما يضمن راحتهم وسعادتهم. المزيد في سياق التقرير التالي مع موفد قنوات أبو ظبي الزميل عبد الرحمن رفيع. حرصا على السلامة الغذائية لحجاج بيت الله الحرام وضمن استراتيجية تطوير خدمات الإعاشة المقدمة للحاج والمعتمر والعمل على تنفيذ مبادرة وزارة الحج والعمرة في السعودية في نظام الوجبات مسبقة التجهيز في موسم الحج
بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات تنتهي من استعدادها لنظام الإعاشة في المشاعر المقدسة. حاولنا قدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات في المملكة العربية السعودية كيف نقدر نتعامل مع حاج صحته تكون إن شاء الله متعافية، ماخذ جميع المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات اللازم ياخذها في كل وجبة تعطيها الطاقة، تعطيها الصحة وتعطيها القدرة على إتمام المشاعر ويقوم بكل العبادات اللي يسويها في أي مشعر المشاعر الثلاثة. طريقة تقديم الوجبات ستكون بطريقة مميزة ولا يكون هناك تأخير في وقت تقديمها. تحرص وزارة الحج والمملكة العربية السعودية أن يخلو الحج من أي منغص بالنسبة للحج. هو أتى ليقوم بالنسك، علينا الخدمة عليه النسك. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل الجهود بالتوفيق. الآن نظام الإعاشة تغير، أصبح نظام مسبق الصنع معقم أو مجمد خالي من البكتيريا، عدالة في التوزيع، في نفس الوقت سهولة في الوصول، جودة في الطعم، عناصر غذائية مكتملة، وهذا ما يساعد الحاج حقيقة على القيام بالنسك. مبادرة مبتكرة تهدف لتحقيق راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم وأدائهم لمناسكهم بكل سهولة ويسر، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية الجبارة في خدمة الحاج والمعتمر. السلامة الغذائية جزء لا يتجزأ من منظومة متكاملة استعدت لها بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية من أجل تقديم الوجبة الصحية لكافة الأعمار والأذواق، وذلك من أجل إسعاد حجاج بيت الله الحرم. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، عبد الرحمن رفيع من المشاعر المقدسة في مكة المكرمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أيها السادة مرحبا بكم مرة أخرى وبضيفي فضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد، ونتحاور في حلقة اليوم عن أنواع نسك الحج وواجباته. فضيلة الشيخ، الحج له أحكام كثيرة ينبغي للحاج معرفتها وليتم له أداء النسك وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم. فما هي أنواع الحج وما هي أوجه الاختلاف بينها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونثني عليه ونصلي ونسلم على حبيبه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنواع النسك، أنواع النسك ثلاثة، هي الإفراد والقران والتمتع. هذه الأنواع الثلاثة يخير شخص بين أي منها يحرم به. أما الإفراد هو أن يحرم الإنسان عند الميقات بالحج وحده فيقول لبيك اللهم حج ويكمل حجة على التفصيل الذي سنذكره. إذا دخل مكة يطوف طواف القدوم، يصلي الركعتين بعد الطواف، يسعى بين الصفا والمروة ويبقى محرما، لا يقصر ولا يحلق، يبقى محرما إلى يوم التروية اليوم الثامن، يخرج إلى منى يوم التروية، ومن منى في اليوم التاسع يتوجه إلى عرفة، وإذا غربت الشمس من عرفة يتوجه إلى مزدلفة، طبعا يبيت فيها أو ينزل فيها على الأقل لأن الواجب هو النزول فقط. صحيح. ثم يتوجه إلى منى ليرمي جمرة العقبة، ثم يتوجه إلى مكة، هذه أعمال يوم النحر تسمى. إذا رمى جمرة العقبة وحلق يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. إذا طاف طواف الإفاضة خلاص انتهى الحج، لم يبقى له إلا الرمي والمبيت في ميناء ليالي أيام التشريق، وبالتالي لا، وفي هذه الحالة لا سعي عليه بعد طواف الإفاضة لأنه قدم السعي. صحيح. بعد طواف القدوم. أما القارن، القارن هو أن يحرم الحاج من الميقات بحج وعمرة معه.
أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، فيحرم بهما في آن واحد. فيأتي بأعمال الحج نفسها التي قدمنا في الإفراد، هي نفسها، ولكن الفرق بين الإفراد والقران مع أن الأفعال نفس الأفعال، صحيح، نفس الفعل، صحيح، لكن الفرق هو أنه في الإفراد تنوي عبادة واحدة وهي الحج، في القران تنوي عبادتين الحج والعمرة معا. نعم. أيضا الفارق الثاني هو أنه في الإفراد لا دم عليك، بينما القارن عليه دم، عليه شاة أو بقرة أو بدنة من الإبل، إذا عجز عنها يكون عليه صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج والسبعة بعد الرشوع. فهذا بالنسبة للفرق بين القران والإفراد شيئين، هو النية ووجوب الدم على القارن دون المفرد. النوع الثاني من أنواع النسك هو التمتع. التمتع هو أن يحرم الحاج من الميقات بعمرة فقط، يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن يحرم بالعمرة فقط، ينوي الدخول في العمرة فقط. إذا وصل إلى مكة يطوف طواف العمرة نفس طواف القدم الذي ذكرناه، يطوف بالبيت 7 أشواط ويصلي الركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط سعي العمرة، ثم يقصر، أو يستحب أن يقصر، يقصر شعره، الأفضل التقصير أفضل من التحليق من الحلق. نعم. فيقصر وتحلل من إحرام ويلبس الملابس، يجوز له كل شيء، ما كان ممنوعا عليه بالإحرام يجوز له، يلبس الملابس العادية، يتطيب، يجوز للدهان، قلم الأظافر، كل شيء. فإذا كان يوم التروية يحرم من مكة هناك بالحج، يوم 8 من ذي الحجة يحرم بالحج لبيك حجة، ويخرج إلى منى ويكمل حج على نفس النسق الذي ذكرنا، لكن يوم العيد يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وحلق وطاف بالبيت طواف الإفاضة لا بد أن يسعى بعده سعي الحج، لأن السعي الذي قدمه كان سعي العمرة، فيسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل. صحيح. إذن هذه الأنساك الثلاثة يخير الإنسان في أي منها. المتمتع أيضا عليه دم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. التمتع خاص بالآفاقيين الذين يأتون من برة، أما أهل الحرم فلا يلزمهم التمتع، حتى ولو اعتمروا في أشهر الحج وحجوا من نفس السنة لا شيء عليهم، لكن هذا التمتع يشترط في لزوم الدم فيه كما ذكرنا أن يكون الإنسان من غير أهل الحرم، من غير أهل مكة. الشيء الثاني أن لا يسافر بعد عمرته إلى بلده أو إلى بلد يساوي بلده في البعد ثم يرجع. صحيح. لابد أن يكون اعتمر في أشهر الحج. أما إذا اعتمر في رمضان قبل شوال، اعتمر في رمضان ثم حج في وقت الحج، لا، حتى ولو لم يرجع لا دم عليه، لا يسمى متمتعا، لأن المتعة شرطها أن تكون العمرة في أشهر الحج، وأن يكون حج من نفس السنة، وأن لا يرجع إلى بلده أو ما يساويه في البعد. نعم. فإذا حصل اختل شرط من هذه الشروط فلا دم عليه ولا يعتبر متمتع. نعم. إذن الأنساك 3 هي إفراد
وقران والتمتع. نعم. والفرق هو ما ذكرنا. نعم. جزاك الله خير. مشاهدين الأفاضل، نستقبل مكالمتكم عبر الأرقام الموضحة على الشاشة من داخل الدولة ومن خارجها. فضيلتك، تعقيبا على كلامك أو استشفيتنا سؤال، النزول في مزدلفة أو المبيت بها، أيهما يصح للحاج؟ يعني في ناس اليوم عند مغيب الشمس في عرفة يذهبون إلى مزدلفة للمبيت، منهم من يبقى إلى الفجر إلى بزوغ شمس فجر اليوم التالي، ومنهم من يحسب وقت الانتهاء الليل وبداية الفجر ويذهب إلى العقبة، أيهما أصح؟ قبل ما أجيب على السؤال، ننبه إلى مراتب النسك الثلاثة التي ذكرنا. نعم. نرجع فيها سؤال هذه. نعم. نرجع فيها سؤال هذه. نعم. نعم. لها سؤال، لها سؤال خاص هذه. سؤال خاص. هذا السؤال موضوع مثلا النزول بمزدلفة. نعم. إذا نزلنا بمزدلفة هو الواجب مجرد النزول قدر ما مثلا نجمع المغرب والعشاء. أيوة. كما تعلم إذا غربت الشمس على الحجاج وهم بعرفة لا يصلون المغرب هناك، يسن لهم تأخير المغرب حتى يصلوها مع العشاء في مزدلفة. نعم. إذا غربت الشمس في عرفة نتوجه مباشرة إلى مزدلفة. صحيح. بعد أن نصل إلى مزدلفة نجمع المغرب والعشاء هنالك. هذا القدر أن نجلس في مزدلفة وقتا قصيرا قدر ما نجمع المغرب والعشاء، والعشاء مقصورة طبعا ركعتين، هذا يتأدى به الوجوب، يكفينا هذا القدر. فقد تأدى الواجب. لو رحلنا بعد ذلك مباشرة وخرجنا مزدلفة لا يلزمنا الدم، لكن يستحب المبيت إلى طلوع الفجر. نعم. بل يستحب البقاء بعد طلوع الفجر والدعاء هناك بالمشعر الحرام إلى ما قبيل طلوع الشمس، هذا مستحب. لكن عموما مجرد النزول يتأدى به الواجب. طبعا بعض الأئمة مثل الشافعية والسادة الحنابلة أيضا يجب عندهم البقاء إلى منتصف الليل. صحيح. منتصف الليل، فبعد منتصف الليل يجوز أن يرتحل، لكن المالكية الواجب عندهم هو فقط النزول والاطمئنان في في مزدلفة وقت من الليل ولو كان قصيرا. نعم. أما المبيت فهو من المستحبات. نعم. جزاكم الله خير ونفع بكم المسلمين، جزاك الله خير الشيخ. أسلفتم قبل قليل المقرن عليه دم. نعم. ما معنى عليه دم؟ عليه دم معنى أنه يلزمه هدي. نعم. هدي. والهدي وليس ما يعني الهدي ما يعني في جانب والأضحية في جانب آخر. نعم. نعم. نعم صحيح. لكن لا بد أن ننبه إلى أن المالكية، أيوة، الحاج عندهم لا تسن له الأضحية. نعم. الحاج عند المالكية سنته الهدي وليس الأضحية. لا تطلب منه الأضحية، إنما إذا أراد أن يذبح لله في هذا اليوم فليجعله هديا يذبح هناك في الحرم، هذه هي سنة الحاج. بعض العلماء نعم جاز استحب للحاج التضحية كغيره، وبالتالي الهدي هو ما يهدى هنالك للبيت يذبح في الحرم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للدم الذي يكون على المتمتع أو القارن، أقله شاة كما ذكرنا أو بقرة أو بدنة، كل ذلك يجزي، لكن لا بد أن يكون في الحرم. نعم. يذبح في ميناء. نعم. هذا الدم يذبح في ميناء إذا ذبح في أيام التشريق. صحيح. الحادي يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر. صحيح. إذا تأخر عن ذلك يذبح في مكة. صحيح. لأن ميناء في هذه الأيام خلص الناس انتقلوا عنها وذهبوا. صحيح. نعم. كما أشرنا أنه فيه موضوع ترتيب النسك، مراتب النسك. نعم. نعم.
مراتب النسك اختلف العلماء فيها، لكن الأفضل عند المالكية والشافعية الأفضل عندهم الإفراد. ولذلك الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة الخلفاء الراشدين كانوا يحضون الناس على الإفراد، على الإفراد. فمن هنا هو الأفضل كما قالوا. وكذلك استدلوا على أفضليته أيضا بأنه لا يحتاج إلى أن يجبر بالدم، بينما القران والتمتع يحتاج إلى أن يجبر بدم، مع أن هناك نقص، لأن القارن والمعتمر نقص سفرا كان سيفعله لكل من النسكين، صحيح، فجمعهما في سفر واحد، فهذا نقص السفر الثاني جبر بهذا الدم. وإن كان مثلا من يرى أفضلية القران أو التمتع يرى أن هذا الدم هو الشكر لله تعالى أن وفقه لعبادتين في صحيح. آن واحد. على كل حال الأفضل عند المالكية وكذلك الشافعية هو الإفراد. واختلف العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا أو قارنا؟ هذه مسألة خلاف. كذلك أيضا يليه في الفضل القران، ثم يلي ذلك التمتع في الدرجة الأخيرة. نعم. مع أنه السادة الحنابلة الأفضل عندهم التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لصحابته حين أمر من لم يسق الهدي منهم، أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة وأن يتحللوا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، صلى الله عليه وسلم. فاحتجوا بذلك على أفضلية التمتع على الإفراد والقران، لكن المسألة مسألة خلاف. طبعا السادة الأحناف يفضلون القران لأنه جمع بين طاعتين. عبادتين. لكن على كل حال خلينا نقول اثنين من الأئمة، نعم، مالك والشافعي، متفقان على أن الإفراد أفضل. لكن أنا أقول حقيقة هذا كان في ذلك العصر سهل، صحيح، كان الواحد ممكن أن يبقى على إحرامه فترة طويلة. لكن اليوم كان مثلا كانت صحراء وكان موضوع النظافة لا يطرح إشكالية، صحيح، في ذلك العصر. اليوم ما في واحد يمكن كل يوم لازم الواحد يستعمل الصابون، يستعمل، صعب أنك تبقى في الإحرام فترة طويلة، صحيح، وأنت تسكن مع الناس وتعيش، صحيح، معهم. فيه إشكاليات كبيرة. ربما إذا أحرم الإنسان بالإفراد فترة طويلة يعرض نفسه لأن يرتكب بعض محظورات الإحرام، صحيح. وقد نص السادة المالكية على أن أفضلية الإفراد محلها إذا لم يخف من ارتكاب بعض محظورات الإحرام. جزاك الله خير ونفع بكم المسلمين. جزاك الله خير الشيخ. هناك يعني تفصيل بسيط يعني لو نطرحه عن طريق جزاك الله خير، ما هو التحلل الأصغر والأكبر؟ نعم، كما أشرت، كما ذكرت، التحلل نوعين، أصغر، نعم، وأكبر. التحلل الأصغر هو برمي جمرة العقبة، نعم، يوم النحر. إذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم النحر فقد تحلل التحلل الأصغر، وهذا التحلل الأصغر معناه أنه صار له أن يلبس الملابس العادية، مظاهر التحلل الأصغر. أيوة. يعني نعم. نعم. له أن يحلق، له أن يستعمل الطيب، وإن كان بعض العلماء يكره له ذلك، لكن يجوز له ولا تترتب عليه فدية ولا شيء. يجوز له كل ما كان ممنوع عليه بالإحرام، تغطية الرأس مثلا وما إلى ذلك، إلا النساء، نعم، والصيد. نعم. التحلل الأصغر يبيح له كل ما كان ممنوعا عليه بالإحرام إلا النساء والصيد. التحلل الأكبر هو بطواف الإفاضة، هذا في حالة ما إذا قدم رمي الجمرة على الطواف. نعم. فرمي الجمرة يجوز له به ما عدا النساء والصيد.
فإذا طاف بعد ذلك طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأكبر. نعم. معناه أنه يجوز له حتى مثلا النكاح ومقدماته. نعم. وكذلك يجوز له كل شيء إلا الصيد. إلا الصيد. نعم. الصيد لأنه ما دام في داخل الحرم حتى حرم. ولو صحيح. تحلل لا يجوز الصيد في داخل الحرم. صحيح. نعم. جزاك الله خير الشيخ. نرجع للحج. للحج شيخنا الفاضل أركان. إيه نعم. الحج لو فضيلتك لو يعني نفند تلك الأركان، وهل على من ترك ركن من الأركان أحسن ما هي مثلا كفارة أو عليه من وزر؟ أحسن، جزاك الله خير. أحسن. الحج له أركان وله واجبات. نحن نريد أن نتكلم عن الأركان. صحيح. معنى الأركان معناه أنها لا تجبر بالدم، بينما الواجبات سنذكر أنها تنجبر بالدم بهدي مثلا. أما الأركان فلا تجبر، معنى أنها لا يتم الحج إلا بها أبدا، ومنها ما يفوت ومنها ما لا يفوت، وسنفصل في ذلك. بالنسبة للأركان أساسا هي أربعة، الأركان أربعة، منها الإحرام هذا ركن، ومنها الوقوف بعرفة جزء من ليلة العاشر، ليلة يوم العيد، ليلة العاشر، الوقوف بعرفة جزء من هذه الليلة ولو وقتا قصيرا هذا ركن من أركان الحج. كذلك من الأركان طواف الإفاضة، طواف بعد الرجوع من عرفة هذا ركن. كذلك السعي سواء كان قدمه. بعد الطواف القدم أو أخره إلى ما بعد. إذن السعي في الحج مرة واحدة وهو ركن. صحيح. عند غير الأحناف طبعا. هنا نتكلم على هذه الأركان التي ذكرنا. نعم. أن الحج لا يتم إلا بها. هذه الأركان أنواع، منها ما إذا فات يكون الإنسان ما دخل في الحج أصلا. صحيح. خلاص لم يحج وبالتالي لا شيء عليه. صحيح. وهو الإحرام. الإحرام آخر وقت للإحرام طلوع الفجر. إذا فجر أي يوم؟ يوم العيد. نعم. معناه أنه إذا طلع الفجر من يوم العيد قبل أن أحرم خلص، لا حج لك، انتهى وقت الإحرام. نعم. لكن أنا حتى الحين ما دخلت في الإحرام وبالتالي لا شيء علي. صحيح. إذا أردت أن أحج السنة المقبلة أو التي بعد هذا الشيء، لكن أنا ما دخلت وبالتالي فاتني الحج هذه السنة. صحيح. ولا شيء علي، لأنه انتهى الوقت المخصص للإحرام بمجرد طلوع الفجر، انتهى الوقت وبالتالي فاتني الإحرام في هذه السنة. الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة، هذا أيضا ينتهي وقته بنفس الشيء طلوع الفجر من يوم العيد. إذا طلع الفجر من يوم العيد قبل أن أصل إلى عرفة، إذا طلع الفجر وأنا لم أصل إلى عرفة وكنت قد أحرمت طبعا، في هذه الحالة فاتني الحج، معناه أني حجي لا يتم، لأنه فاتني الركن الأساسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. نعم. معناه أنه لا يصح الحج عندي هذه السنة ما دام وقت الوقوف بعرفة فات. أنا أحرمت فعلا وانعقد إحرامي، لكن فاتني الركن الأساسي وهو الوقوف بعرفة جزء من ليلة العيد. ماذا أعمل في هذه الحالة؟ يجب علي أن أتوجه إلى مكة وأطوف بالبيت سبعة أشواط، وأسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وأحلق أو أقصر. معنى أني لازم أتحلل بذلك من الإحرام، إذا لم أفعل ذلك لن أخرج من الإحرام. صح. تبقى علي حرمة الإحرام. صحيح. فهذا هو ما يلزم من فاته ركن الوقوف. صحيح. أما طواف الإفاضة والسعي هذان الركنان لا يفوتان، وقتهما متسع يمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة. لو طفت وسعيت، طفت طواف الإفاضة وسعيت طيلة شهر ذي الحجة ولو في آخر يوم منهم لا شيء علي، خلاص أتيت بالأركان وانتهى الأمر. لكن لو أخرت الطواف والسعي عن شهر ذي الحجة يكون علي دم.
نعم. لكن لا بد أن أطوف وأسعى. الحج لا يتم إلا بفعل الطواف والسعي. نعم. لكنهما لا يفوتان. لو الواحد راح على بلده وأقام سنة سنتين سنوات 10 سنين وتذكر أنه لم يطوف أو لم يسعى عليه أن يرجع حتى يطوف ويسعى. وجب عليه الرجوع مرة أخرى والطواف والسعي. نعم. أي نعم. وهو ما زال على إحرام لإكمال الحجة حتى يخرج من الحرام. نعم. باقي نعم. عليه، لأن هذه أركان لا يتم الحج إلا بها. وإذا كان قد ارتكب بعض محظورات الإحرام نعم. غير الجماع تلزمه فدية واحدة. فدية. أما إذا كان قد حصل منه جماع فالحج باطل، لكن عليه أن يرجع حتى يطوف ويسعى، يكمل الحجة الأولانية ثم يحرم في السنة الثانية بحجة قضاء، وعليه دم ما شاة أو بقرة أو بدنة. نعم. هكذا. إذن منها ما إذا فاتك لا يلزمك شيء، فاتك الحج ولا يلزمك شيء، وهو الإحرام، ويفوت بطلوع الفجر من يوم العيد. الركن الثاني الوقوف بعرفة، أنت أحرمت لكن لم تصل إلى عرفة حتى طلع الفجر، لا، فهتك الحج هذه السنة وتتحلل بعمرة طواف وسعي وتقصير أو حلق وتذهب. إذا كان عليك الحج باقي عليك الحج. نعم. الشيء الركنين الباقيين وهما الطواف والسعي لا يفوتان. إذا فعلتهما في شهر الحجة لا دم عليك، إذا أخرتهما عليك دم، ولا بد أن تفعلهما ولو انقضت سنين وتذكرت بعدها، لا بد أن تأتي وتطوف وتسعى حتى تكمل حجك. جزاك الله خير. نعم. فاصل فضيلتك، ومستمرين معاكم، مستمرين معكم أعزائي المشاهدين، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أرحب بكم مرة أخرى متابعين الأفاضل في هذا اللقاء المباشر من برنامج لبيك. أيها الأحباب، جاءت توجيهات قيادتنا الرشيدة على توفير كافة سبل الراحة لأداء مناسك الحج وخدمة حجاج الدولة وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم، والتنسيق مع بعثة الدولة الرسمية على الأراضي المقدسة منذ بداية موسم الحج، من خلال متابعة أحوال الحجيج والحرص على توصية القائمين هناك بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الميسرة لأداء الفريضة، والاطمئنان على سلاسة أداء مناسك الحجاج حتى عودتهم إلى الدولة. في هذا السياق يتحدث سعادة عمر الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بدأت وافد حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأراضي المقدسة، وهم لله الحمد في صحة وسلامة وخير وعافية. استقبلهم مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات العربية المتحدة باستقبال يليق بمقام هؤلاء الحجيج عند الله تبارك وتعالى وعند حكومتنا الرشيدة وعند الناس. هذا الاستعداد الذي تم هو استعداد نوعي وتأهب مسبق التحضير من مدة عام تقريبا، والهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف تستعد لهذا الموسم على أن يكون إن شاء الله تبارك وتعالى كغيره وسابقه من المواسم الناجحة. في هذا الموسم هنالك فرق خدمية وأطقم ميدانية وجهود وكفاءات مواطنة طبية وشرعية، الجميع رهن إشارة المواطن الحاج، كلهم بما يستطيعونه إن شاء الله تبارك وتعالى على مدار الساعة سيخدمون به حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة. هنالك جهود تنسيقية بارزة تمت هذا الموسم مع المملكة العربية السعودية، ولا يسعنا حقيقة ونحن في هذا المقام إلا أن نشيد بدور المملكة الريادي والحضاري
في خدمة الحجاج، نشيد بهم ملكا وولي عهد وحكومة وشعب على ما بذلوه من خدمة الحجاج من مختلف يعني الأصقاع التي جاءوا منها، وكذلك على مختلف ثقافاتهم وسلوكياتهم. الجميع ولله الحمد متوائم ويعمل بتكامل، وفق الله الحجيج في حجهم وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عودة أخرى مشاهدينا بالحديث عن موضوع الحلقة، أنواع نسك الحج وواجباته، وبرفقة فضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لنتابع تفنيدنا أنواع الحج وواجباته. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ. اليوم الأعمال اللي يقوم فيها الحاج على مدى أيام أداء هذه العبادة، لو تذكر لنا فضيلتك أيام الحج والأعمال التي يفعلها الحاج فيها، وأعظمها تراتبيا. بالنسبة لأعمال أيام الحج، حقيقة أيام الحج إنما تبدأ من يوم التروية. يوم التروية الحاج المطلوب منه هو الخروج، الإحرام إذا كان غير محرم، وأما إذا كان محرما مثل القارن والمفرد فكان على إحرامه. الجميع يخرجون في هذا اليوم من مكة إلى منى يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة. مطلوب منهم على وجه الاستحباب البقاء هناك في منى، يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها. طبعا الصلوات الرباعية 4 ركعات هي تقصر، ركعتين. ليس هناك عمل في هذا اليوم يقوم به الحاج من أعمال الحج، إنما هو الإكثار من ذكر الله. نعم. في هذا اليوم والاستعداد ليوم عرفة. صحيح. فيوم التروية عبارة عن استراحة محارب. نعم. لأنه أمامه هذا اليوم العظيم، يوم عرفة يوم عظيم. صحيح. يوم تتنزل فيه الرحمات. صحيح. يتعرض فيه الإنسان لنفحات رحمة الله. هذا اليوم ينبغي الإنسان أن يتهيأ له نفسيا وبدنيا في يوم التروية، يستريح هناك في منى جسميا، ويشتغل بالذكر، ويقطع نفسه عن مخالط أمور الدنيا وما إلى ذلك، حتى يتهيأ لمناجاة ربه في ذلك الموقف العظيم في عرفة. هذا بالنسبة ليوم التروية، لا ليس في عمل إلا هذا. نعم. يكثر فيه الإنسان من تلاوة القرآن، من الصلاة على النبي، الاستغفار، التسبيح، يجتهد بالدعاء لنفسه ولولده ولوالديه وأهل بيته وإخوانه وأقاربه وبلده وقيادته ولسائر المسلمين، يجتهد لسائر بلاد المسلمين بالدعاء. ثم اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، طبعا الحجيج سيتوجهون إلى صعيد عرفة. صحيح. طبعا لا شك أنه في هذا الوقت، لأنه تقع زحمة، ولو انتظر الناس كلهم إلى ما بعد طلوع الشمس في منى ثم انطلقوا، لا شك أنه سيقع نوع من الزحمة والمشقة الشديد. فبعض الناس يتقدم إلى عرفة ليلا، يجوز هذا، جائز لا حرج فيه، لأنه حتى المبيت في مزدلفة من المستحبات وليس واجبا. فإذا تصادم مع مثل هذه الزحمة والضرر الذي يترتب على البيات، لا بأس عليه الانتقال. نعم. لا أحسنت. نعم. لا حرج فيه أن يتوجه إلى، بل لو تأخر الإنسان في مكة، بعض الحجاج أو الحملات يتعذر عليهم الانتقال من مكة إلى ليلة التاسع فينتقلون على عرفة مباشرة. إذا كان ذلك لظروف معينة لا حرج عليهم في ذلك، لأن المبيت كما قلنا في مزدلفة، والبقاء فيها يوم التروية، هذا أقصد في منى
والبقاء فيها هذا من المستحبات وليس من الواجبات. يوم اليوم التاسع من ذي الحجة يبدأ العمل أساسا من الزوال، من وقت أذان الظهر. إذا حان وقت أذان الظهر سيرفع الأذان، سيخطب الإمام في المخيم. صحيح. أو ينقلون خطبة مسجد النمرة، ينقلون نعم. الخطبة من هناك. يسن لنا أن نستمع هذه الخطبة الخطبتين، بعد انتهاء الخطبتين نصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذانين وإقامتين أو بأذان وإقامتين، لا حرج في ذلك. بعد ذلك يبدأ وقت الوقوف. الوقوف يبدأ من بعد الزوال. معنى الوقوف هو أن الإنسان يشتغل بذكر الله، يستقبل القبلة، يرفع يديه قائما جالسا على أي حالة تناسبه، لا يعني حرج. إذن هذه يعني أهم أو هذا أهم وقت ما بين، هذا هو أهم وقت ما قبل بين زوال، زوال الشمس، زوال الشمس إلى غروبها. أيوة. إلى أن يعني تغرب بعد ظهيرة يوم التاسع. أي نعم. إلى قبل غروب مغيبها أو إلى مغيبها. إلى مغيبها، ما بعد المغيب طبعا ليس، لكن هذا نعم. لا بد أن تغيب علي هناك حتى أكون أتيت بالركن. نعم. لأن الركن كما ذكرنا جزء من ليلة النحر، لا بد نعم. أن تغرب علي الشمس وأنا في على صعيد عرفة. صحيح. قبل أن أتجاوز اللافتات التي نعم. على الحدود لا بد. يشتغل الإنسان بذكر الله، بالدعاء، يتعرض لنفحات رحمة الله التي تنزل في هذا اليوم. هذا اليوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب سبحانه وتعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيباهي ملائكته بأهل الموقف. انظروا هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ما يريد هؤلاء. هذا يوم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من يوم ريئ فيه الشيطان أخزى ولا أحقر ولا أغيظ ولا أدحر منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من كثرة العتق من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا يوم عظيم، يجتهد الإنسان في الدعاء. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيجتهد الإنسان في الدعاء، فإذا غربت الشمس يتوجه الحجيج إلى مزدلفة كما ذكرنا سابقا، يصلون هناك المغرب والعصر جمعا. الحين لأنه صار فيه قطار سريع، نعم نعم الحمد لله، قد يصلون إلى مزدلفة قبل وقت العشاء، قبل أذان العشاء، ما زال الشفق موجود. صحيح. في هذه الحالة عليهم أن يؤخروا المغرب والعشاء حتى يحين وقت أذان العشاء، بعد ذلك يصلون. يعني إلى أن يستقروا في مزدلفة. أي نعم. ويحين وقت العشاء. أحسنت. ويكون يجمعون. جمع تأخير. أحسنت. جمع قصر تأخير. أحسنت. أحسنت. نعم. جمع تأخير ويقصرون العشاء طبعا. من أراد أن يبيت هنالك هذا هو الأفضل لا شك، إذا كان لا يؤدي إلى ضرر يبيت هناك، إذا كان وجد نشاطا من نفسه فليقم هذه الليلة، فهي ليلة العيد وقيامها مستحب والمكان فاضل. إذا كان يشعر بنوع من التعب وأمام أعمال يوم النحر وأراد أن ينام ليكون نشطا لأعمال يوم النحر فلينام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة نام ولم يصلي شيئا، لكن إذا وجد نشاطا الأفضل أن يصلي. فإذا أصبح هناك وقف ودعا إلى الإسفار، يلتقط من مزدلفة سبع حصيات لرمي جمرة العقبة. ولو التقط الحصى كله حصل أيام التشريق الجمرات الثلاث التي يرميها، لا مانع أن يلتقط هنالك من منى، لا حرج في ذلك، لأنه قد يتعذر عليه أن يحصل الكم الكافي في منى لكثرة الناس يصعب عليه، فلو التقطه كله لا حرج. ثم لا بد يستحب له أن يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس.
بعد الإسفار لكن قبل طلوع الشمس. لا شك أنه بعض الحملات يصعب عليهم المبيت هناك نظرا لنوع من الزحام، وإذا أصبحوا هناك قد يتأخرون وقد تقع زحمة شديدة، فهناك تفويج وتنظيم إذا اقتضى ذلك بعد أداء الواجب وهو النزول بمزدلفة أن يرتحلوا إلى منى فلا حرج في ذلك، أو حتى إلى مكة بعد منتصف الليل مثلا للطواف أيضا لا حرج في ذلك، أن هذا مذهب الشافعي والإمام أحمد فلا حرج فيه، لا حرج عليهم في ذلك. بل إنه خروج النساء والأطفال تقدمهم ليلا حتى لا يصطدموا بالزحمة الصباحية فهذا مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم النساء بعض النساء والصبيان أذن لهم في التعجل ليلا من مزدلفة، سودة أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وابن عباس ونساء أخريات، وكانت تفعله كذلك أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يوم العيد أعماله أيضا هي على الترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه حينما وصل إلى منى يوم الحج الأكبر يوم العيد توجه مباشرة إلى جمرة العقبة، الجمرة الكبرى وهي آخر الجمرات على جهة مكة، رماها راكبا، لكن لا يشترط الركوب، يرميها الإنسان نازل، رماها راكبا على ناقته، رماها فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة بين يديه ورماها بسبع حصيات متتاليات يكبر مع كل حصات. بعد أن رمى جمرة العقبة كان عنده هدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدى في حجة الوداع 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، نحر منها بيده الشريفة 63 صلى الله عليه وسلم، والباقي وكل عليا على نحره. فإذا نحر يستحب له أن يحلق قبل أن يطوف، لكن لا حرج في تأخيره أيضا، نتيجة أنه بعد الرمي والنحر يحلق، بعد الحلق يتوجه إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. هذه تسمى أعمال يوم النحر، هكذا رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، فيجوز تقديم الطواف على السعي، وكذلك يجوز تقديم الحلق على الرمي عندهم، لا حرج في ذلك. المالكية مالك يرى أن تقديم الطواف على الرمي يترتب عليه دم، نعم يترتب عليه دم عنده، فهذه هي أعمال يوم النحر. نعتذر فضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد الواعظ في الهيئة العامة لشؤون الإسلام والأوقاف على نهاية الحلقة، هناك ارتباطات وجدول برامج أخرى. مشاهدينا الأفاضل شكرا لكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.